كل الظروف مواتية، كل المعنويات حاضرة، رغبة وطموح ومساع كبيرة لتحقيق الآمال المنشودة في إمارة الشارقة أرض الصين المحايدة. منتخبنا الوطني بقيادة مدربه الكرواتي برانكو يعي أهمية اللقاء ويدرك قوة المنافس ومشاركته لنا الأهداف نفسها. مواجهة خامسة للأحمر ستكون أمام التنين الصيني الذي ليس لديه ما يخسره، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط ويخشى الخسارة التي إن حدثت ستكلفه الكثير. هذا ما يجب أن يكون في الأذهان، فعندما تكون الطموحات مشتركة والمستويات متقاربة تكمن صعوبة التعامل مع أحداث المباراة ومستجداتها، حيث سيكون المنتخب الوطني بتشكيلة مكتملة، بيد أن غياب المسلمي قائد خط الدفاع سيتواصل من دون تحديد مدة غيابه، ولم يكن أصلا ضمن الحسابات المرافقة لهذا الحدث. وبالنظر إلى الفروقات بين منتخبنا والمنتخب الصيني سنجد الكثير من التشابه، فأحمرنا الذي سجل 5 أهداف دخل عليه العدد نفسه، ما يعني بأن لدينا مشكلة دفاعية تظهر بسبب بعض الأخطاء الفردية. وفي الجهة المقابلة الصين الذي سجل 5 أهداف دخل عليه 9، وهذا يعني بأن التنين لديه ضعف دفاعي أكثر وشباكه استقبلت في كل المباريات. وعسى أن يكون لكاتبة برانكو كلمة مسموعة في أنحاء القارة الصفراء، فليس إلا الفوز يحيي الأمل ويبعث بالطمأنينة في بقية المشوار.